السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بنتعلم كيف نوجد البيسز للرو سبيس اوف ماتريكس والبيسز للكولوم سبيس اوف ماتريكس. ثيرم Elementary Row Operations، العمليات الصفية الأولية. Do not change the row space of a matrix، لا تغير فضاء الصف للماتريكس. Theorem، نظرية ثانية. If A and B are row equivalent matrices، إذا كانت الـ A والـ B are two equivalent matrices، متى بنسمي الماتريكس A والماتريكس B هم عبارة عن row equivalent؟ مثلا إذا كان عندي ماتريكس وعملت row operation، فالماتريكس الناتج مع الماتريكس الأول كلاهما بنسميهم row equivalent. A given set of column vectors of A is linear independent. المجموعة المعطاة لأعمدة الماتريكس A is linearly independent، مستقلات خطيا. If and only if، إذا وفقط إذا. The corresponding column vectors of B are linearly independent، الأعمدة المقابلة للماتريكس B بتكون مستقلة خطيا. يعني هنا if and only if هما اتجاهين. إذا كانت أنا عندي أعمدة بالماتريكس A كانت linearly independent، من الأعمدة المقابلة إلها بالماتريكس B بتكون أيضا linearly independent. والاتجاه العكسي صحيح، إنه إذا كانت هناك عندي مجموعة أعمدة بالماتريكس B كانت linearly independent، فالأعمدة المقابلة بالAM أيضا بتكون linearly independent. على سبيل المثال، لو كان عندي أنا العمود الأول والثالث والخامس بالماتريكس A كانوا linearly independent، في العمود الأول والثالث والخامس بالماتريكس B بيكونوا أيضا linearly independent. أو بالعكس، إذا كان الأول والثالث والخامس بالماتريكس B كانوا linearly independent، فإن الأول والثالث والخامس بالماتريكس A بيكون linearly independent. B a given set of column vectors of A form a basis for the column space of A. مجموعة المعطاة لأعمدة الماتريكس A اللي بتشكل basis للكولوم سبيس of A. If and only if the corresponding column vectors of B form a basis for the column space of B. الأعمدة المقابلة بالماتريكس B تشكل basis للكولوم سبيس of B. يعني هنا بالنسبة إلى B بيحكي لنا انه الاعمده الموجوده في A هذه المجموعه اللي بتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف A، فالاعمده المقابله لهم في ال B بتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف B. والاتجاه العكسي صحيح، الاعمده الموجوده في B وبتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف B، ان المقابل لهم في ال A بتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف A. يعني على سبيل المثال، لو كان عندي العمود الأول والثالث والخامس بالماتريكس A كانوا عبارة عن basis للكولوم سبيس of A، فإن العمود الأول والثالث والخامس بالماتريكس B أيضا بشكله basis للكولوم سبيس of B. والاتجاه العكسي صحيح، إذا كان مثلا الأول والثالث والخامس من أعمدة ال B كانوا عبارة عن basis للكولوم سبيس of B، العمود الأول والثالث والخامس من أعمدة الماتريكس A بتشكل basis للكولوم سبيس of A. Theorem If a matrix R is in row echelon form
إذا كانت الـ R هي الـ raw echelon form. Then the raw vectors with the leading ones, the non-zero raw vectors form a basis for the raw space of R. حكينا هنا فإن الصفوف غير الصفرية من الماتريكس R تشكل basis للraw space of R. And the column vectors with the leading ones of the raw vectors form a basis for the column space of R. And إنه الأعمدة الماتريكس R اللي بتحوي leading ones تشكل basis للكولوم سبيس اوف ار. وهذه نظرية هي بتخص الماتريكس R، والماتريكس R لازم تكون رو ايشيلون فورم. اكزامبل find bases for the row and column spaces of R. أوجد قواعد الـ row space والـ column space للـ matrix R. A R equal 1 minus 2 5 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 واضح ان الماتريكس R هي عبارة عن رو ايشيلون فورم. نلاحظ هنا الواحد الاسفل منه زيرو، ال R2 ظهر الواحد الاسفل منه زيرو، ال R3 ظهر الواحد والاسفل منه زيرو، وال R4 جميع مدخلاته زيرو. اذا بناء على نظرية رقم ثلاث فان ذا فيكتورز R1 مدخلاته 1 ماينس 2 5 0 3 R2 0 1 3 0 0 وال R3 0 0 0 1 0 form a basis for the raw space of R. إذا هذول بشكله basis للraw space of R. طبعا السبب لأن هي عبارة عن صفوف غير صفرية. يلا لاحظوا أنا ما اخترت ال R4 لأن ال R4 هو عبارة عن زيرو فيكتور. احنا فقط بنختار النون زيرو فيكتور اللي يكون صف غير صفري. The vectors C1 شوف C1 هنا ظهر الليدنج 1 لاحظ موجود بالسي 1 إذا مدخلاته 1 0 0 0 عندك هنا الـ R2 ظهر عنده هنا الواحد الواحد وين موجود بالسي 2 إذا نختار السي 2 ماينس 2 1 0 0 بعديك عندك هنا لاحظ الـ R3 ظهر الواحد لكن بأي عمود بالعمود الرابع السي 4 مدخلاته 0 0 1 0 إذا معناته هذه الأعمدة form a basis for the column space of R تشكل قاعدة للكولوم space of R. طبعا السبب بناء على نظرية رقم ثلاث إنه حكينا الأعمدة اللي بتحوي leading ones هي بتشكل basis للكولوم space of R. B R equal 1 2 3 4 0 1 2 5 0 0 1 0 بدي أوجد الباسز فور ذا رو سبيس اوف R هم عبارة عن المجموعة اللي جميع مدخلاتهم نون زيرو
يعني بتكون عباره عن نون زيرو فيكتورز، صفوف او منتجات غير صفريه. فلاحظ اختار الـ R1 مدخلات 1 2 3 4، الـ R2 0 1 2 5، الـ R3 0 0 1 1. إذا R1 R2 R3 form تشكل a basis for the row space of R. The vectors ان هنا لاحظ ظهر leading one بالـ C1، إذا بختار الـ C1 اللي هو 1 0 0 ظهر عندي هنا leading one بالـ C2، إذا C2 2 1 0 وظهر عندنا هون الليدنج 1 بالسي 3، لما بختار هون السي 3 مدخلاته 3 2 1، اذا هذا بشكل بيسز للكولوم سبيس اوف ار. انه بناء على نظريه زي ما حكينا هي الاعمده اللي بتحتوي على الليدنج 1s. ممكن تسال طب ليش ما اخترنا الواحد الموجود هون؟ ليش ما اخترنا السي 4؟ السبب يا جماعه ما بعد الزيرو ظهر عندي واحد، اذا اول قيمه تظهر عندي ما بعد الزيرو هذه هي الليدنج 1. اما اللي هون ما بنسميها الليدنج 1، لهذا السبب احنا ما اخترنا السي 4. Example find bases for the row and column spaces of M. اوجد قواعد الرو سبيس والكولوم سبيس اوف ماتريكس M. عندنا هون معطينا الماتريكس ام، اذا بدايه بحول الماتريكس ام الى الرو ايشيلون فورم. طبعا بالنسبه للماتريكس ام والار هذول بنسميهم رو ايكويفالنت. طيب ذا فيكتورز R1 اللي هو الصف الاول بالماتريكس R 1 ماينس 3 4 ماينس 2 5 4، ال R2 الصف الثاني بال R 0 0 1 3 ماينس 2 ماينس 6، ال R3 0 0 0 0 1 5. لاحظ هذه عبارة عن صفوف غير صفرية أو متجهات غير صفرية، إذا معناته هذا تشكل form a basis for the row space of R، وهي نفسها and a basis for the row space of A، هي نفسها أيضا بتشكل قاعدة للرو سبيس اوف A. طب ليش؟ لأنه بالنظرية الأولى حكينا إنه elementary row operations do not change the row space of a matrix. العمليات الصفية الأولية هي لا تغير الرو سبيس، يعني بمعنى آخر انه الرو سبيس للماتريكس ام والرو سبيس للماتريكس ار هم عباره عن ايكوال، فبالتالي البيسز اللي بيكون للرو سبيس اوف ار هو نفسه راح يكون بيسز للرو سبيس اوف ام. ممكن تسأل طب هل هذه النظرية صحيحة للكولوم سبيس؟ الجواب لا، النظرية فقط بتحكي عن الرو سبيس، يعني بمعنى آخر إنه الكولوم سبيس أوف ماتريكس A والكولوم سبيس أوف ماتريكس R كلاهما مختلف. طيب السؤال كيف بدنا نوجد البيسز للكولوم سبيس أوف A؟ The vectors C1 برايم اللي هو العمود الاول بالماتريكس R اللي هو البحوي الليدنج 1 1 0 0 0، و C3 برايم اي الليدنج 1 موجود يا جماعه وين؟ بالعمود رقم 3، سميته انا C3 برايم، مدخلاته 4 1 0 0. وايضا عندنا هون الليدنج 1 ظهر هون، إذا معناته بأي عمود؟ 1 2 3 4 5، إذا معناته C5 برايم، مدخلاته 5 ماينس 2 1 0. طبعا هذه الأعمدة
هي بتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف ار، لكن ما بيشكلوا بيس للكولوم سبيس اوف اي. طب شو نعمل؟ باستخدام نظريه رقم 2 انه الاعمده المقابله بالماتريكس A هي اللي بتشكل بيسز للكولوم سبيس اوف A. بالتالي المقابل بالماتريكس A راح يكون عمود الاول والثالث والخامس، بالتالي العمود الاول C1 1 2 2 ماينس 1 و C3 مدخلاته 4 9 9 ماينس 4 و C5 5 8 9 ماينس 5. Form a basis for the column space of A. هذول بشكل قاعدة للكولوم سبيس اوف A لأن هما الأعمدة المقابلة. إذا معناته الطريقة كيف بدي أوجد البيسز للرو سبيس اوف A والكولوم سبيس اوف ماتريكس A؟ إنه بداية بحول الماتريكس M إلى رو إيشيلون فورم، بعد هيك نيجي على الصفوف غير الصفرية بالماتريكس R، هذه المجموعة بتشكل بيسز للرو سبيس أوف R وتشكل بيسز للرو سبيس أوف A. أما بالنسبة لإيجاد الكولوم سبيس أوف ماتريكس A بنيجي على الأعمدة الموجودة بالماتريكس R وبتحوي الليدنج وانز، بناخذ مقابلهم بالماتريكس A مقابلهم هو اللي بشكل البيسز للكولوم سبيس اوف A. هنا ايضا مثال بنفس الفكره، معطينا الماتريكس A، اذا مباشره بحول الماتريكس A الى رو إيشيلون فورم، بعد هيك ذا فيكتورز R1 R2 R3 اللي هي الصفوف غير الصفريه، R1 مدخلاتها 1 1 ماينس 2 0 ماينس 1، R2 مدخلاته 0 0 1 1 1، R3 مدخلاته 0 0 0 1 0. Form a basis for the row space of R and a basis for the row space of A. The vectors هنا العمود اللي بيحوي الليدنج 1، لاحظ عندك هون السي 1 سميته السي 1 برايم، مدخلاته 1 0 0 0. رجعنا هون على الار 2، ظهر عندك هون الليدنج 1 اذا معناته موجود بالسي 3 اذا مدخلاته ماينس 2 سي 3 برايم، مدخلاته ماينس 2 1 0 0. وعندك هنا ظهر الليدنج 1 موجود بالسي 4 برايم، مدخلاته 0 1 1 0. اذا هذول يا جماعه فقط بشكله بيسز للكولوم سبيس اوف ار. حتى اوجد الكولوم البيسز للكولوم سبيس اوف ماتريكس ام بناخذ الاعمد المقابل لهم بالماتريكس ام، يعني راح نختار العمود الاول بالماتريكس ام هو السي 1 مدخلاته 2 ماينس 1 1 0، سي 3 مدخلاته ماينس 1 2 ماينس 2 1، والسي 4 مدخلاته 0 ماينس 3 0 1. هذول بشكلهم بيسز فور ذا كولوم سبيس اوف A. هون بدي اعطيك ملاحظه انه دائما الصفوف غير الصفريه عددها مساوي لعدد الأعمدة اللي بتحوي الليدنج وانز. يعني لاحظ هنا عدد الصفوف غير الصفرية بالرو إيشيلون فورم 1 2 3، وعدد الأعمدة اللي بتحوي الليدنج وانز عندك العمود الأول والعمود الثالث والعمود الرابع، تلاحظ العدد عندك 3. إذا دائما
عدد الصفوف غير الصفرية مساوي لعدد الأعمدة اللي بتحوي الليدنج وانز بالماتريكس رو إشلون فورم.